أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم. بسرعة هنشرح طريقة رسم المساقط الثلاثة للصامولة المربع. الراجل بيدينا في الامتحان فقط قطر المسمار، فقط بيدينا قطر المسمار ويقول لنا عايزك ترسم المساقط الثلاثة للصامولة المربع. يبقى أنا بداية كده المعلومة الوحيدة اللي عندي إن قطر المسمار قاف ده بيساوي 30 مليمتر. فبعمل محاور بالشكل ده كده زي اللي موجود قدام منكم كده، كلكم متعودين عليهم خلاص. وكمان بنرسم دايرة في المسقط الأفقي، يعني ده أول ما بنشتغل بيه المسقط الأفقي. جيبوا كده أهو، قولوا ده انا برسم فيه المسقط الافقي. تمام، اول حاجه بعملها ايه؟ ان انا بجيب الاشكال دي كده. بالنسبه لك هتفتح البرجل فتحه 15، تفتح البرجل فتحه كام؟ 15. علشان ترسم دايره قطرها 30، يبقى أول حاجة ترسم دايرة نفس قطر مين؟ نفس قطر المسمار، قطر ب 30. يبقى أنا بفتح 15 وارسم دايرة، دي دايرة أولى. الدايرة التانية اللي بتدل على الألاوز أو الشكل الداخلي للصامولة اللي هو اتعمل على شكل لولب أو ألاوز اللي يطابق الألاوز اللي موجود في المسمار، برسمها حوالي 1.1 ملي، 1.1 ملي زيادة عن الدايرة الأصلية. يعني إيه يا مستر؟ يعني أنت فتحت الدايرة الأولانية كام؟ 15، تفتح الفتحة التانية 16، تفتحها إيه؟ 16. بس لما تيجي ترسمها دايرة إلا إيه؟ دايرة إلا ربع، علشان تدل على إن إيه؟ ده المصطلح بتاع الألاوز للصامولة. يبقى كده رسمنا دايرة ودايرة إلا إيه؟ ودايرة إلا ربع خارج عنها. طيب، وبنرسم دايرة تالتة نسموها دايرة التماس أو دايرة الشطف. دايرة التماس أو دايرة الشطف. ودي مقدارها قد إيه يا مستر؟ دي مقدارها يا اولاد 1.5 قاف. يعني ايه 1.5 قاف يا مستر؟ يعني انا عندي القاف بكام؟ ب 30. تمام، يبقى انا هاجي على دايره التماس، دائره التماس، واقول عليها بتساوي 1.5 قاف، يعني 3 على 2 اللي هما 1.5 في 30، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الخمستاشر، 3 في 15 ب 45 ملي متر. يعني افتح في الدايرة الكبيرة دي يا مستر اللي هي التالتة 22.5، 22.5، عشان ارسم دايرة قطرها كام؟ عشان ارسم دايرة قطرها 45. خلاص؟ ادي دايرة التماس. وبعد كده يا مستر نعمل ايه؟ نجيب المسطرة ونرسم على دايرة التماس دي، نرسم على دايرة التماس دي مربع، نرسم مربع. تمام؟ اهو. قد ايه يا مستر المربع ده؟ المربع ده احنا بنرسمه عادي بالمسطرة بحيث انه يبقى مماس للدايرة. عشان كده سميتها دايرة الايه؟ عشان كده سميتها دايرة التماس أو دايرة الشطف. ده مصطلح وده مصطلح والاتنين صح. ويبقى المسقط الأفقي يا ولاد بالشكل ده كده خلص. يبقى المسقط الأفقي بالشكل ده إيه؟ خلص. لمين؟ للصامولة اللي هي مربع، للصامولة إيه؟ المربع. وبعد كده عايزين نرسم المسقط الرأسي والمسقط الجانبي. ده عبارة عن مستطيل
خدوا بالكو، مستطيل بالشكل ده، وكمان المسقط الجانبي عبارة عن مستطيل بالشكل ده كده، بيبقوا بنفس المقاسات ونفس الأبعاد. ودلوقتي هنقوله أبعده، ودلوقتي هنقوله أبعده. خلاص، نرسم برضو خط محور هنا في المنتصف بالشكل ده كده، خط المحور طبعا انتوا عارفين بنعملوا له شرطة كبيرة وشرطة صغيرة اهو. تمام، وده يبقى اسمه المسقط الجانبي، المسقط الجانبي. وده هيكون اسمه المسقط الرأسي. في واحد يجي سامع عمال يقول ايه، ما انت ما قلتناش ابعاد يا مستر الايه، المسقط الرأسي والمسقط الجانبي. لو انت فكرت شويه هتيجي تلاقي ان القطر الدائره الكبيره ده كام، مين فاكر؟ الشطف او التماس 45. برافو عليك. يبقى طول الخط ده بتاع المسقط الرأسي 45. كم؟ 45. وده 45. طب والضلع ده يا مستر؟ الضلع ده يا ولاد له قانون بيقول انه بيساوي 8 على 10 في قاف، يعني 8 على 10 في قاف اللي هي 30، هي ما زالت معانا 30، بقى الصفر مع الصفر، والتلاتة في 8 ب 24، يبقى ده طوله 24 وده طوله 24. تمام؟ فضل لي حاجة بسيطة خالص في المسقط الرأسي والمسقط الجانبي. تمام؟ هخلي الأبعاد قدام منكم علشان تعرفوا أبعاد دي كام، بس القانون ثابت 8 من 10 قاف، ارتفاع الصامولة 8 من 10 مين قاف. وبعد كده يا أولاد نجيب البرجل ونفتح فتحة مقدارها 1.5 قاف. يعني ايه 1.5 قاف؟ يعني 3 على 2 في 30 اللي هي هتطلع كام؟ برافو عليكم، 45. افتح البرجل 45 واركز في الف، اهي الف، وحدد دال، وهنا اركز في الف وحدد دال، واقلب البرجل اركز في دال، واقوم عامل قوس بالشكل ده كده. هيمس مين؟ هيمس الف، ويجي معايا كده قوس كده، وهركز في دال هنا وهيمس قوس اهو، هيمس الف بالشكل كده ويطلع معايا كده. بالشكل ده كده نكون احنا رسمنا المساقط الثلاثة للصامولة المربعة، وان شاء الله المرة اللي جاية نشرح الصامولة المسدسة. شكرا، والسلام عليكم.